مرحبا بنات، طلبتم من عندي أعلمكم شلون تستخدمون وتسوون حساب على ويبو. أول شي نروح على جوجل بلاي، نكتب اسم التطبيق، راح يطلع لنا 2، الأبيض والأصفر. الأصفر صيني، صيني 100%، يعني ما بي أي كلمة إنجليزي. أما الأبيض فهو بي ترجمة إنجليزية، لذلك راح أستخدمه إلكم. نبدي النزلة. بعد ما نزل التطبيق نضغط على Open، نضغط على Got It، Start Now. لازم نطي إذونات ألو إنه يدخل المعرض وهاي السوالف هالأشياء. لما تفتحوه راح يكون بهذه الطريقة. تردون تسوون حساب، تضغطون على هاي البرتقالي، ما أعرف شنو شكله، لوج إن. يقول ادخل رقم الهاتف أو الإيميل والباسورد. إحنا ما نقدر لأنه الدول العربية غير موجودة. وإذا دخلنا الإيميل، بعد الإيميل هم راح يطلب رقم الهاتف، فهم من ما راح نقدر. نضغط على هاي I read and agree، وبعدين هاي العلامة مال وي تشات نضغط عليها. ملاحظة بنات، لازم الوي تشات والويبو بنفس الجهاز. أنا بالبداية كان الويبو بجهاز والوي تشات بجهاز، ما قدرت أفتح الحساب، لازم نفس الموبايل. هسه صار عندنا حساب على ويبو. طبعا انا اساسا عندي حساب، لذلك يعني عندي فولورز وهذا. هذا شكل البروفايل عندنا هنا. اذا نريد نغير هذا الديسكريبشن، الوصف مالتكم، اذا تريدون تغيروه تضغطون على هاي العلامه بها قلم، تلقون الاسم، تلقون هنا description، تضغطون عليه وتكتبون اللي تردون تكتبون. أنا أساسا سويته فما داعي. أيضا عندنا طبعا نضغط على هاي الخطوط الثلاثة. عندنا ممكن نحوله إلى النظام الليلي، تمام. ما احب فراح ارجع الابيض. هذه الاعدادات، تروحون على اللانجويج. شوفوا، اتذكر بالبداية كان اكو اختيار اللغة العربية، بس هسه ما موجود، بس انجليزي. ففي حال ما كان بالانجليزي انتو حولوا انجليزي. تجون هنا بخانة البحث، تكتبون الاسم اللي تردون تبحثون عنه. نكتب الاسم، اني راح اكتب اسم فناني المفضل. هذا طلع لي حسابه. طبعا انا مسويت له فولو. في حال ما نسوي له تضغطون على هنا الكلمة مال فولو، تتغير الى فلان، لونها يكون باللون البرتقالي. هنا عدد الناس اللي متابعين وعدد الناس اللي متابعهم. هنا تقدرون تشوفون المن منطي لايكات، يعني هو شو كاي المن او الفنان اللي متابعين. مثلا عندنا هذا المنشور، تشوفون هاي الكلمة سي ترانسليشن باللون الفاتح، تضغطون عليها
راح يترجم الكلام اللي هو كاتبه للغة الإنجليزية، تمام؟ hide in translation تروح. هنا بالنسبة تقدرون تطول لايك كومنت، هنا ريبوست يعني ترجعون تنشرون الكلام يعني المنشور مالته، تقدرون تغيرون الكابشن تكتبون اللي تردوه وتضغطون على علامة المثلث. هنا مشاركة يعني مثلا كوبي لينك تدزوها لأي شخص تردوه أو على الويتشات أو على تويتر ترسمون المنشور. نجي على الكومنتات تعليقات، مثلا تبون تشوفون معنى التعليق الأول تضغطون عليه ضغطة شوية تطلع لكم عدة خيارات، اضغطوا على see translation تحول التعليق إلى اللغة الإنجليزية حتى تفتهمون، نفس الشيء للتعليق الثاني وهكذا. في حال حابين شفتوا منشور وحابين تحفظوه يعني ترجعوا له بعدين، تضغطون على هذا المثلث الصغير تطلع لكم خيارات، تضغطوا على كلمة save post. هسه حاليا البوست انحفظ، تجون على هاي النقاط الثلاثة تروحون على كلمة saved، راح تلقون موجود. إذا حابين تلغون الحفظ هم يعني تضغطون على النقاط الثلاثة وتضغطون على كلمة unsave، اختفى الفيديو. خل نرجع للحساب من جديد. هنا هذه الكلمة شو كاي تشاو خوا أو بمعنى السوبر توبك، تدوسون عليها تضغطون عليها. آسفة، هنا كل الفانز ينشرون بهذا المكان وكل المنشورات لازم تخص هذا الشخص اللي نتابعيه مو أي شخص ثاني، يعني هو خاص بي. شوفون هذه الكتابة داخل الأيقونة اسمها checked، مكتوب checked، أنا مسوية تسجيل دخول لذلك checked، في حال ما مسوية تسجيل دخول راح يطلع check in، تمام؟ اضغطون عليها. في حال سويتوا check in أو لا، انتوا بكل الأحوال راح تشوفون المنشورات وتشوفون تعليقات، يعني هي مو ضروري بس في حال انتوا تردون هذا الشي راجع لكم. نجي بالنسبة لهاي الصفحة الرئيسية، هذه هنا راح تطلع لكم منشورات الناس اللي انتم تابعيهم، لما تضغطون على هذه الكرة الأرضية أو كوكب راح يطلع لكم عدة أشياء، عندكم الترندينج الأشياء الترند وقتها، يعني مو انتم تابعيها هي ترند بالصين، وتوب وكومنت ما لدها جلبه. عندنا هاي الأيقونة مع الإشعارات تضغطون عليها راح تشوفون عندكم هاي العلامة at me، هاي في حال أحد سواكم تاج أو منشن. كومنت لايك وتشات، هنا رسائل دردشة بينكم وبين أصدقائكم. أكو شغلة مثلا هذا الفيديو اللي قدامنا ما أعرف شنو، تردون تحفظوه تضغطون عليه. هذه العلامة اللي هي مثل هذه العلامة اللي هي مثل المربع بسهم، سد الصوت أحسن، مربع بسهم تضغطون عليه راح يطلع لكم بس أول مرة هذا التنبيه، قولون got it hello مثل ما تشوفون بدأ يتحمل الفيديو، تلقوه بالمعرض مالتكم من يخلص التحميل. ها هي بعد ما اكو شيء، بس حابة انطي ملاحظة واحدة، مثل ما قلت لكم الويبو والويتشات لازم لازم لازم
بنفس الجهاز، تمام؟ الويبو والويتشات بنفس الجهاز. يفضل بصورة عامة انه ما تعلقون هواي، بالنهاية هذا التطبيق هو صيني خاص بالشعب الصيني، يعني خصوصية لهم، لذلك يا اما ما تعلقون يا اما تعلقون تستخدمون الطف الطرق. فحاولوا تبتعدون كل الابتعاد عن حروب الفانز، حروب الشيبرز وهذه الاشياء.